عشاق الزراعة في عراقنا الحبيب والوطن العربي والعالم أجمع، كثير ما ننصح بزراعة الأشجار، وأكثر من مرة شجعنا على الأشجار المعمرة القوية، وشجعنا على زراعة قسم من الأشجار المثمرة المعمرة اللي توصل أعمارها لآلاف السنين مثل الزيتون. اليوم أمام شجرة مباركة مذكورة بالقرآن الكريم، هاي الشجرة يعشقها الإنسان ويعشقها الطير لما تنتجه من فواكه اللي هو فاكهة النبق نسميه احنا السدر، هاي شجرة السدر مذكورة بالقرآن. شوف أخوان الأعزاء، شجرة تتحمل أقصى الظروف الجوية ومثمرة وظلية مثل ما تشوفون، يعني توفر ظل ما شاء الله تنافس البيزيا العفو اللبخ وغيرها، وهسه اكو البيزيا لبخ قربها. شوف هاي امامكم، طبعا هنا أنا. السلام عليكم ابو علي. عليكم السلام، مرحبا. هلا ابو عبد الرحمن. ابو علي زميلنا واخوي وزميلي في دار السياحة بابل. ابو علي شنو رايك بالسدر؟ انت تحب السدر؟ والله السدر انا اعشقه حقيقه، شجرة مثمرة ومعمرة. نعم. وتتحمل كل الظروف الجوية. طبعا. تتحمل درجة الحرارة، تتحمل العطش. طبعا للأمانة. ثروة اقتصادية يعني. أحسنت والله العظيم صحيح. طبعا أبو علي قبل فترة صار موسم الزراعة مال النبق، يعني الإنتاج مال النبق الثمار، جاب لي قونية وزعتها للمشاتل حتى النبق مالتنا الاصلي، لانه زارع حتى زارع بالحديقه مالتك من حديقتك. اي بالحديقه. اي وطبعا جاب لنا ثمار ما شاء الله كميات كلش كبيره، وزعناها حتى على موظفي الدائره، وجاب ذن هو هذا الصنف يتسمى الحشري يعني الاصلي اللي ما مطعم العراقي، وهذا يطعمون عليه مختلف الاصناف ابو علي. صحيح. يعني ابو علي انت رايك تقول للناس اللي دائما قسم من الناس يريد يشجر ما يعرف شي يشجر، تنصح بالسدر؟ والله انصح بزراعة السدر زين، لانه شجرة مباركة. احسنت. وشجرة مثمرة، وتقدر حتى يعني تقدر تبيع من عندها. احسنت. زين. وطبعا تقدر الطعم، هسه موجود الطعوم ابو علي، النبق عندنا التمري، النبق الزيتوني، عندنا النبق التفاحي، العرموطي، العرموط اللي هذا يسمونه الرئاسي، الجامبو، الانواع التسميات اللي اجت عندنا، الباكستاني هسه مشهور ايضا. طبعا اخوان الاعزاء، ليش نقول السدر وليش نقول نشجع على زراعه السدر؟ تدرون ليش؟ شوف اخوان الاعزاء، هذا يرجع بالسنه يحمل مرتين ويزهر مرتين. شوف هسه هذا هو حامل مره، هذا هسه هذا حمل بدايه الربيع، يبدي انتاجه بدايه الصيف، وهسه رجع من جديد. شوف اخوان الاعزاء، شوف هسه هذا، يعني هذا ثروه اقتصاديه. ليش؟ لان النحل يعني بموسمين يجي يتغذى على الازهار مالته. وشوفوا هسه هاي امامكم، احنا تاريخ التصوير 10/9/2023. شوف اخوان الاعزاء هسه هذا تزهير جديد. نعم هذا اي هذا اي 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 مورد هو هذا مزهر، هذا تزهير جديد راح يجي منه هيك زهر ويحمل ثمر، بس احنا كو موسم من المواسم يصير ينصاب عندنا بالعراق الثمره مالته. شوف اخوان الاعزاء هنا هسه مقارنه، شوف هسه طبعا هنا مثل ما تشوفون هنا هسه هاي يعني ما تحتاج لا عنايه ولا تحتاج فد شيء، واكثاره من البذور. طبعا نصيحه للي يزرع سدر، ابو علي احنا كثير من نقول لا تريد تزرع، ازرع يا اما تاخذ تزرع الحشري والطعم. نعم. يا اما انت حتى لو كانت بهال الكبر هذا تقدر تطعمها. صحيح. تطعيمها بالقلم. شوف اخوان الاعزاء هنا أنا. شوف اخوان الاعزاء هسه هنا أنا. هاي شجره الالبيزيا اللبخ، هاي الالبيزيا اللبخ، شوف هسه هاي، وهاي صايره بصفها شجرة السدر. شوف هسه هنا من تبوع الالبيزيا اللبخ، شوف هسه اكو شويه
خلخلة واكو شمس هنا أنا بهالمنطقة هاي. شوفوا هاي، هاي هم البيزيا الابخ، هم جميلة جدا وانصح بها. بس شوفوا السدر التعتيم، هاي الالبيزيا الابخ، نعم هاي بذر البيزيا الابخ. بس هاي ابو علي شوفوا شوفوا هنا التعتيم مال الظل، تعتيم الظل تقريبا 95%. يعني شوف هاي ماكن هنا 100% هاي المنطقة التعتيم مالتها. شوفوا هاي هسه احنا تحت ظلها بالشمس المباشرة والظهر، شوف التعتيم مالتها. بينما تروح حتى للالبيزيا اللبخ القريبة عليها، هاي مو بس هاي، شوفوا الاعزاء حتى هنا، شوفوا هاي هنا، هاي هنا أنا ايضا ما شاء الله. طبعا هنا حتى كلها هاي سدر، وهنا مخلين البيزيا اللبخ. شوفوا هاي هنا، بس هنا شوفوا الظل مالتها، هاي ما شاء الله هاي عملاقة ما شاء الله، أشجار معمرة. هاي كله الشارع، حتى أشوفكم وياه، شوفوا الشارع هذا، هذا كله سدر، وهذا دليل أنه هاي الشجرة. طبعا هاي احنا التصوير مالتنا قرب آثار بابل، وشوفوا هناك ما شاء الله، شوف هاي أشجار الألبيزية اللبخ جميلة جدا، خضارها رائع. هنا طبعا قرب هذا القصر الجنوبي في آثار بابل، هذا هنا، هذا هنا القصر الجنوبي آثار بابل، وهذا القصر الرئاسي هذا موجود هنا بهاي المنطقة. بس ما شاء الله طبعا سبحان الله، شوفوه حتى مأوى للطيور. شوف هذا عش، هاي هسه طير طار من عنده. أنا إخواني الأعزاء بصراحة شيء مفرح في مفتشية آثار بابل. شوف الثاني هنا، هاي بوابة عشتار، بوابة عشتار التاريخية، مدخل مدينة بابل الآثارية. هاي البوابة طبعا بناها العلامة طه باقر، لكن الجميل احترام مفتشية آثار بابل لهاي الشجرة السدر، بصراحة شيء مفرح انهم بقينهن. وشوف حتى ظل السيارة، يعني هاي هسه مسوية ظل للسيارة، طبقت السيارة هنا ما شاء الله موفرة ظل للسيارة. ومثل ما قلت لكم شوف هسه هاي السدر، هذا غذاء للنحل، وتزهير مرتين بالسنة، وتحمل ثمار مرتين، وخير من الله. أبو علي هاي ما شاء الله، هذا واقع السدر القديم، وهذا حامله هسه من جديد، وهذا شوف هاي السدر اي وين هذا، اي شوف هسه هذا، هذا حمل هذا ثمار، واكو ثمار موجوده قديم. يعني هاي شنو من شجره مباركه، شنو من شجره كريمه. شوف اخوان الاعزاء، يعني هذا اذا تشوفون هاي الثمار، يعني هاي ثمار، هاي احنا تاريخ التصوير 10/10 بالشهر. شوفوا هاي، هاي الثمار، وهاي ثمار جديده، هاي هسه بالتزهير جديد. مرتين بالسنه، مرتين تحمل. طبعا اخواني الاعزاء مثل ما قلت لكم، شيء مفرح انه في بلد القانون، في بلد شريعة حمورابي، يتم احترام الشجرة في هذا الوقت اللي يعني كثير من الحالات السلبية. من الحالات الايجابية اللي شفناها انه محافظة، يعني المحافظة على هاي شجرة السدر قرب بوابة عشتار اللي بناها طه باقر في 50ينات القرن الماضي. شوف اخوان الاعزاء، وهاي هنا الثانية. ابو علي، ابو علي احكي لنا، منظر حلو انه تشوف شجرة يتم احترامها في بلد القانون، في بلد شريعة حمورابي. والله شوف هاي المناظر، المناظر يعني عجيبة عجيبة، وهاي الاشجار المعمرة. نعم. زين، كلها خير وبركة. احسن. زين. احسن. شوف اخوان الاعزاء، طبعا هنا هاي بوابة عشتار. واكو فد شغلة، ما دامنا احنا في بهذا المكان، شوفوا هاي زهرة البابونك البابلية اللي كانت مقدسة لدى البابليين، وهذا المنظر الجميل الرائع، واحترام المفتشية للمشكورة إدارة مفتشية آثار بابل، احترامها للشجرة. شيء مفرح بصراحة، شيء مفرح انه تشوفوا محافظين على الأشجار. طبعا شوف اخوان الاعزاء، السدر هذا الوقت تاريخ 10/9، الثمار موجوده واكو تزهير جديد. يعني شنو من شجره مباركه، شوفوا هنا التزهير بيها بهذا الشارع، هاي الثمار ما شاء الله، واكو تزهير جديد، وهاي الشجره
رائعة ومعمرة. وشوفون أنا أقرب نباتات إلها، شوفوا على سبيل المثال يعني حتى تشوفون هذا السبحبح، هذا السبحبح متأثر، شوفوا هذا دليل على نجاح هذا. شوفوا هذا السبحبح شوي متأثر، ونعم طبعا هذا القصر الشمالي، القصر الصيفي للملك نبوخذ نصر، وهاي شجرة السدر كشجرة تشجير في الشارع، رائعة جدا. شوفوا هذا هنا المنظر، وهذا المنظر الرائع للتشجير بأشجار السدر، ومقارنة بينها وبين الأشجار القريبة أقرب شيء عليها. هنا طبعا هاي هم معطينا سدر، هنا هاي هنا الشجرة الرائعة اللي ننصح بزراعتها أيضا بالتشجير، اللي هي فرشة البطل أو فرشة الأشجار، احنا نسميها بالعراق فرشة البطل، رائعة جدا. شوف هذيك البعيدة أيضا شجرة سدر. هنا طبعا هاي الأشجار هي الألبيزية، وهذا المنظر الرائع لشجرة السدر. شوف الظل مالتها ما شاء الله، الظل مالتها أكثر من رائع، وهذا المنظر الجميل أمامكم. في أمان الله.